سنتكلم في هذا الدرس عن الأليرتس. الأليرتس هي الرسائل التي تظهر للمستخدم، سواء كانت رسالة أخطاء أم رسالة تنبيه أم رسالة ملاحظة. نقوم بإنشاء أليرت جديدة، وسنتعرف ما هي الأليرت وكيف يتم إظهارها. سنقوم بإضافة أليرت جديدة، سنسميها مثلا إكزيت. مثلا هذه الأليرت إكزيت بنخلي عنوانها مثلا انتبه، العنوان الذي يظهر في الأعلى، والرسالة التي تظهر هل أنت مثلا هل تريد مثلا الحفظ قبل الخروج، هل تريد الحفظ قبل الخروج. فهنا النوع، هل هي ستوب أم كوجن أم نوت، هل هي رسالة خطأ أم رسالة تنبيه أم رسالة ملاحظة. مثلا نقوم بعرضها بشكل ملاحظة وخطأ، سنقوم بتعديل عليها لاحقا، سنظهرها الآن بشكل رسالة خطأ. وبعدها الأزرار، ما هي الأزرار التي تريد إضافتها؟ مسموح لك بثلاثة أزرار، 1، 2، 3. مثلا الزر موافق، نعم، الزر نعم، والزر إلغاء الأمر أو لا، والزر إلغاء الأمر. ما هو الزر الافتراضي مثلا؟ بتون 1 أو بتون 2 أو بتون 3، نخليه مثلا بتون 1. الزر الافتراضي نخليه بتون 1، والدايركشن تبعها رايت تو ليفت، اتجاهها من اليمين إلى الشمال. أيضا إذا أردت التعديل على لون الخلفية ولون النص اللي بداخلها والخط ونوع الخط وعرضه والستايل تبعه والحاجة هذه، ممكن أنك تعدل عليها، طبيعي جدا. فالآن سأظهر هذه الأليرت متى؟ عند الضغط على الزر خروج أو إغلاق. هنا Smart Triggers When Button Pressed. طبعا إذا كان الكود قد هلا من قبل، ممكن أضغط الزر الأيمن وقل له هنا BLSQL Editor على طول، يعني فيطلع لي هنا Exit Form. أنا لا بعملش Exit Form، بعمل إيش؟ إظهار الأليرت. أول حاجة، هل أنت متأكد من الخروج؟ فأمر إظهار الأليرت اسمه show_alert. من هي الأليرت التي سميناها إكزيت؟ لكن الأليرت تعيد قيمة إلى متغير مثلا إكس، إكس نقطتين فوق بعض يساوي شو أليرت. نعرف هذا المتغير، ديكلير الإكس عبارة عن نمبر، وبعدها نعمل بيجن وإند في النهاية. إند الآن الإكس يساوي أليرت أو شو أليرت. الآن عندما تظهر هذه الأليرت أو الرسالة، ستظهر فيها ثلاثة أزرار كما ذكرنا، نعم ولا وإلغاء الأمر. فأيهما تم الضغط عليه؟ أيهما من الأزرار تم الضغط عليه؟ هل نعم اللي هو بتون 1 أم لا اللي هو بتون 2 أم إلغاء الأمر اللي هو بتون 3؟ فهنا بنحدد، بنشوف، بنفحص. إف الإكس يساوي أليرت بتون 1، الزر الأول اللي هو حفظ، إذن ماذا سنعمل؟ نعمل commit form وبعدها exit form، بعدين else if. إذا كان الx تساوي، ننسخ هذا من هنا، تساوي alert button 2 الذي هو الزر لا، الذي هو لا. إذا كان الx تساوي عدم الحفظ، إذن سنقوم بعمل خروج بدون حفظ، exit form من غير حفظ. ولكن كما ذكرنا سابقا أنه عند عمل خروج وتم إدخال بيانات، أكيد بتطلع رسالة هل تريد حفظ هذه البيانات. فنحن لن نريد إظهار الرسالة التي هي من الديفلوبر نفسه تطلع. فإذا كان قال ما يشيش يحفظ، إذا ما بنشيش نحفظ، إذا no validate. إذا كان يشتي يخرج بدون حفظ، إذا exit form من غير ما تفحص أنه هل عدلوا على البيانات ولا ما عدلوش. else ما عدا ذلك، إذا ضغط على إلغاء الأمر مثلا، أكيد ما بيخرجش ولا بيحصل أي حاجة، لأنه ما يحتاج أن نعمل else لأنه ما فيش داخلها أي شيء. الآن شوفوا X number هنا ناقص سيميكولون، عفوا compile end if، هنا end if alert button one compile commit form. نعتذر عن هذه الأخطاء
بالسبيلينج. اوكي الان اقوم بالتنفيذ كنترول ار. الان عند الاغلاق هل تريد الحفظ؟ هل سمعتم صوت الرساله؟ وهل رايتم اشارتها؟ هذه لانها عملناها ايرور. الان سنقول له لا، خرج بدون حفظ. لكن اذا عدلناها كوجن سيتغير الصوت وستتغير الرمز. اذا عدلناها هنا كوجن تنبيه، تغير الصوت وتغير الرمز. واذا عملناها نوت او نوت ملاحظه ايضا سيتغير الصوت وستتغير الرمز، هذا الرمز وهذا الصوت اللي طلع. هذه alert، هذا مفهوم الالرت. مثلا عند الحذف ايضا نحتاج لعمل alert. هنا نقوم بعمل alert نسميها مثلا delete او del. F4 انتبه، مثلا نقول له هل انت متأكد من الحذف؟ هل انت متأكد من الحذف؟ فيها كم أزرار؟ زرين، نعم ولا، نعم ولا. وهنا نخليها تنبيه. ندخل الآن عند الزر حذف بنفس الطريقة، ننسخ الأكواد من هنا، نسخ نعتذر عن هذا الخطأ الذي ظهر. الآن قلنا عند الزر حذف سنقوم بعمل نفس الطريقة، واللهم هنا الأليرت التي اسمها دل، ننسخ هذا الكود ديليت ريكورد. الآن إذا تم الضغط هل أنت متأكد من الحذف؟ نعم لا. إذا تم الضغط على الزر نعم الذي هو الزر الأول، نقوم بعمل ماذا؟ بعمل ديليت ريكورد. وإذا كان لا، لا نقوم بعمل شيء، هكذا ديليت ريكورد فقط إذا تم الضغط على زر نعم. الآن ننفذ بحث عرض. الآن مثلا هذا ميم ميم ميم، إذا قمت بعمل حذف هل أنت متأكد من الحذف؟ إذا عملت لا لا يحذف، وإذا عملت نعم يحذف. كان نوت ديليت ريكورد. لماذا كان نوت ديليت ريكورد؟ لأنه نحن عملنا هنا في المحاضرة السابقة أو في الدرس السابق عملنا للستيودنت أنه غير مسموح بالحذف منه، هنا ديليت اللود بنو. فإذا كيف نحذف نحن من الزر حذف؟ يجب أن نفعل خاصية الحذف، ننسخها من هنا من الزر تعديل، نفعل خاصية الحذف وبعدها نحذف. هنا ديليت اللود يس، وبعدين نحذف وبعدين نرجعه ايش؟ نرجعه فولس اللي هو 5. بعد ما نحذف يجب ان نقوم بايش؟ بالحفظ كوميت فورم. هكذا الان نقوم بالتنفيذ بحث عرض. هذا ميم ميم ميم، هل تريد الحفظ؟ نعم. هل تريد الحذف؟ نعم. حذف وقام بالحفظ. الان لما نعمل بحث عرض تالي التالي التالي لا يوجد الذي اسمه ميم 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 رقمه 12. هذا تقريبا ما يتعلق بالالرتس وشكرا.